العافية خيوط. أهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. بالله بدي حساب المرحوم الحج مصلح صالح. مرحوم؟ نعم، مات مبارح عندكم، بدي حسابه. هذا حسابه 2400 دينار. إيه، قديش خيو؟ المبلغ الإجمالي 2400 دينار، وهي الفواتير. شو هذا الجد؟ ول 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 ول، هذا كله حساب الحج مصلح؟ هذا دفتر فواتير يا زلم. كل تفاصيل العلاج والإقامة مسجلة عندك. بس هذا يا زلم يقعد أسبوع ومات، والفين واربعمية نيرة عليش يا أخي؟ أنا محاسب، هاي الفواتير قدامك كل شي مسجل فيها. لا يوطرز لك يا زلم، راح نفهم شو بيها. على كل حال نقدر ندفع دفعة ونطلع المرحوم وبعدين ندفع الباقي؟ ممنوع يا أخي، لازم تدفع كل المبلغ يا بضل المرحوم عنا. يظل عندكو؟ شو تساوي بيه؟ بضل محجوز. المرحوم؟ أيوة يا أخي المرحوم. يا رجل في حدا بيحجز مرحوم؟ أنا بعرف الحجز للحرامي للنصاب، أما مرحوم ما سمعت بيها. ليش أنت مش بالبلد؟ إحنا عندنا بالثلاجة 7 مرحومين. ها؟ محجوزين؟ طبعا عليهم حسابات مش مسددة. ها؟ المرحومين؟ أيوة يا أخي. بدك تدفع ولا لا؟ طيب خيو عم أهلك علي شوي شوي علي، أنا أول مرة بطلع مرحوم للحجز، يعني شو ساوي؟ داري يا أبو العود إذا مات ويك حسابه كيف لو طاب؟